اهلا وسهلا، كيديري؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جينا لا طاجين لا كوكوت لا بريوش. اليوم جينا البنات نديرو واحد الوصفه ديال الشعر خطيره البنات، خطيره، وكنت نتمنى منكم تجربوها وتداوموها على شعركم. طبيعيه، الى ما نفعات ما غاديش تضركم. هانتوما كيفاش كتشوفوا، رجعنا انا كنرجع نقلب على ندير الوصفات. هذه الوصفه ديالي اكثر من 30 عام وانا كنديرها لشعري، كنديرها لبناتي. وصفه خطيره البنات، خطيره. ديروا الزيت، رقدوها في الزيت، ديروا شققوا بها شعركم كل 15 يوم ولا سيمانه ولا كل واحد شنو كيبغي. خطيره البنات، دوموها على شعركم وغادي تشوفوا كتنوض الشعر البنات، كتحاول ما كتخليش يتهرس، كتقويه، كدي تحيد الشيب البنات. الشيب تعرفوا الشيب، كتقلل من الشيب، ما كتخليش الشيب يخرج، حيت حنا عارفين دابا في هذا الوقت ولات عندك 30 عام شعرك ولا نصو ابيض وبيضه بلديه البنات. شو الا بغيتوا ترقدوا في الزيت كيما كندير انا، كنخلط هذاك الشيب الابيض ومعلقه ديال العسل البنات. انتم كتعرفوا الفوائد ديال العسل البنات، فاش كتشوفوا الحرمل، انتم كتعرفوا الحرمل اللي هو الفوائد ديالو على الشعر، وقرنفل حتى هو راكم عارفين. القهوه، القهوه البنات حاولوا ما تشريوهاش، الله يخليكم من دقوقة، شدريو القهوه حبوب ودقوها بوحديتكم. كل شيء هذا الشيء ما تشريوش من دقوق البنات، الله يخليكم. انا كنعاود نوصيكم، نعاود نوصيكم، كل شيء هذا الشيء شريوه حبوب ونقيوه ودقوه على يديكم. الحامض هو اختياري، انا كنزيد مقيطه تاع الحامض، علاش؟ باش كينشفوا الشعر من القشره ومن بزاف ديال الحوايج، كيعطي واحد اللمعه للشعر ملي كيتغسل. ولا اللي ما عند... اللي ما كيبغيش الخل، ما تيبغيش الحامض، يقدر يدير قطيره ديال الخل ديال التفاح البنات، خطير للشعر وزوين. وما عندي انا، ما عنديش زيت زيتون حره، انا شريت شاريه زيت زيتون غير من المغازه. قسمت لكم بالله، وها البيض، البيضه بلديه، انا هاد البيضه ديال الدجاجه جبتها شريتها من الفيرما. غندير الصفر ديالها حيت البروتيين، عارفين البنات الدور ديال البروتيين في الشعر ديالنا. راه كيما حنا كنقدروا نهتموا بالوجه ديالنا واليدين ديالنا والرجلين، خاصنا الشعر، سي اهم حاجه في المراه هو الشعر. حنا نسينا، بقينا هذا ماسك، هذا ما نعرفش شنو سميتو، هذا ماسك، هذا هادو زيوت، هادو. رجعوا للوصفات القدام، هذه وصفه من نهار انا عقلت امي كديرها لي لشعري، الله يطول لها عمرها في هذا النهار ويطول عمر جميع المسلمين والمسلمات وجميع المهمات. انا غنطحن، شفتوا انا راه مرقداها في قرعه البنات، كنرقدها، راه كتبقى عندي 6 شهور بلا بيضه البنات، كنرقد غير دوك العشوب هكذا بوحدهم، كنهز منهم معلقه ولا جوج كنديرهم لبناتي لشعرهم وليا. حنا بقينا متبعين شوشوار وبروشينغ، ومن هنا ومن هنا تخرجنا على شعورنا ولينا كاع منتوفين. شوف تبارك الله العيالات ديال القدام ديال زمان، تبارك الله. انا ما غاديش غنحبس تنطحن ونرجعو نتلاقاو باش ما نديرش لكم الصداع. شوف المهمات تبارك الله، ها نتوما ملي طحنت الحرمل شوفوا كيفاش كيولي ساهل، ما نطحنوش واحد الكميه كبيره، نطحنو داكشي اللي بغينا وكنستعملوه ملي كنعاودو نبغيو تاني كنطحنو. الحرمله البنات راه حبه مباركه. القهوه حتى هي غنطحن كلشي، ما غيش ما يشقاش نقي في الماكينه كل مره غادي نبغي نطحن، غنطحن فيها كلشي، ما غنغسلهاش، ما غنمسحهاش. هانتوما كلشي ملي طحنت كلشي، شفتوا كيفاش كلشي كيطحن. غندير واحد الجبانيه، ثم غنديرو هنا واحد المعلقه ديال القهوه، ميم دير اكثر، معلقه ديال هذا محرمل، ودرنا خلطنا كلشي، هادشي خلطوا بعد هادشي مزيان هكذا باش يدير هنا البنات. اللي بغى يزيد شي معلقه ديال القرفه مدقوقه حتى هي البنات، حتى هي خطير، خطيره للشعر. انا تبعت غير الوصفه كيفاش كانت كديرها لينا امي، خطيره صدقوني البنات. هادي هاد الوصفه هادي ديروها، دوموا على شعركم غتشوفوا واحد الفرق كبير. هنا غندير شي جوج معالق ديال زيت الزيتون، اللي بغى يدير شي زيت واحد اخر يقدر يديرها، واللي عنده الزيت حره البنات حره يقدر يدير الزيت حره.
انا غندير غير صفر ديال البيض، وهاد الوصفه الا ما نفعاتكش ما غاديش ضرك البنات، غير باش ما نبقاوش نديرو، ديري الخميره، ديري دوك الحوايج اللي حنا ما متقنينش منهم، ما نقدروش. قبل اي حاجه ما نديروها البنات في شعرنا، غندير واحد المعلقه ديال العسل حره البنات، تنأكد عليها وانتم عارفين الفوائد تاع العسل، معلقه ديال العسل حره البنات، حر ضروري هاد الوصفه كيما هي، ما نقدروش نزيدو عليها ولا نقصو. اللي بغى يزيد شي حاجه اخرى يزيدها من اللي في الزيت اللي كترقدي في القرعه، كيما دايره انا كنهز منها معلقه وكنزيد عليها اما شويه د الماء البصله ولا الثومه، ما كنخلطش كلشي هكذا. هاد الوصفه خليوها هكا البنات، ما تزيدوش عليها، وجربوها لشعركم وغادي تفكروني. جربوا هاد الوصفه قبل ما ديروها الشعر ديالكم، جربوا على يديكم، جربوا مرا ودنيكم، حيت كل واحد فيه الحساسية. انا كنزيد هنا نقيطات ديال الحامض كيما قلت لكم، انا ما عنديش الخل ديال التفاح، اللي عنده الخل ديال التفاح يزيد البنات، حتى هو نص معلقه صغيره ديال خطيره البنات، الخل تاع التفاح للشعر شفتوا هانتوما، تخافوش منها، زوينه صحيه حتى باش دير بها القماش ليديك. انا كنوريكم خاصنا نحكو بها مزيان البنات الفروه ديال الشعر ديالنا، باش كتجدد لينا هذيك الخليه الميته اللي كاينه عندنا في الشعر ديالنا، وكتغدي لينا الشعر. حنا عارفين الشعر ضروري نبقاو نحكو، خاصنا نحكو مزيان هكا بالصبع ديالنا، ماشي بالضفاره البنات، ماشي بالمشطه هكذا، غير بيدينا بواحد ماشي بالعنف، غير بشويه البنات، غير بشويه. ونحكو حكو على الشعر حتى لتحت كله، من الفوق حتى لتحت البنات. هاد الوصفه ما تخافوش منها، تقدروا ديروها من الصباح حتى العشيه، ولا تقدروا ديروها وتباتوا بها، وضروري زويف البنات، زويف حياتي، زويف هكذا اللي ولفناه كيجمع لينا الشعر. الا عقدنا الشعر هكذا بشي زويف على شعرنا، بحال الشعر اللي كيمص هذاك هذاك البروتين تاع داك البيض وهذاك الدواد اللي درنا شعرنا، كيمص كيدخل. شفتوا على الوصفه شحال زوينه البنات، غزاله كتحمق والله الا كتحمق، والريحه غزاله. وما كتخافوش البنات من الريحه تبقى لكم في الشعر، تما كتغسلوا شعركم كلشي كيمشي. وداوموا البنات، داوموا ديما فاش ديروا شي وصفه، داوموا عليها الله يخليكم، داوموا عليها البنات، دوموا عليها، حيت راه ما كتعطيناش النتيجه من المره الاولى. هي كنشوفوا الفرق من النتيجه الاولى بصح الشعر ديالنا، ولكن كثر ما حنا كنديروها والشعر ديالنا كيزيد كيقوى وتيكثر وتينقص من التطياح، وداك الشيب ما كيبقاش فينا بزاف. هذه وصفه خطيره، جربوها وغادي تشوفوا بعينيكم. اللي بغى يزيد شي معلقه ديال الحنه، حنه تكون طبيعيه البنات، ماشي تاع البكيه، الحنه طبيعيه اللي تكونوا مدقوقين مدقوقه على يدينا، هي هذيك اللي نزيدوها حتى هي تما، حتى هي خطيره البنات، خطيره. حنا دابا هنايا مع الكالكير ولا ميديتي ونقص فيتامين دي، الشعر ديالنا كله كيولي تيهبط بوحديته. مع هذه الوصفه هذه راه غادي نحمدو سيدي ربي ونشكروه. هانتوما انا راه مرقده في القرعه شفتوها، مرقده كتبقى عندي 6 شهور كنخزنها، كنخليهاش في الضو، مره كنهز منها معلقه هكا فين ما نبغي نشقق شعري بها، كنشقق بها شعري. ولكن هذه ما فيهاش البيضه البنات، انا هذه ما فيهاش البيض، البيض كنديرو حتى الاخر فاش كنبغيو نديرو، غير الزيت ترقدوا هكذا في الزيت وتبقاو تهزوا غير داك الزيت وتشققوا به راسكم، راه كافي. وكنغسلوا شعرنا البنات بشامبو عادي، ما تخافيش منها، قلت لك واخا تباتي بها واخا ضلي بها ما تخافي حتى شي حاجه، تغسلي شعرك وقت ما ساليتي تغسلي شعرك بشامبو عادي. ونقسم لكم يمينا البنات، غنوريكم شعري في الاول وفي الاخر، ما فيه لا شوشوار ما مسرح ما والو، غادي غير نشفو بالفوطه وغادي نوريه لكم كيفاش غادي يولي. نتوما جربوها وغادي تفكروا.
هانتوما غنوريكم كيفاش غنشقق بها شعري. انا غنشقق بها شعري غير بصبعي غير بيديا، مش مشطله ولا والو، غير بصبع البنات هكذا بالطرف ديال الصبع ديالكم. شفتوا هانتوما حنا كنديروا البنات وكندلكوا كندلكوا الشعر بصباعنا بحال هكا باش كيدخل لينا. شفتوا ها نتوما زويف على شعرنا، بغا نعقدو بالزويف وغادي نخليه. ملي غنسالي يكون عندي الوقت غنغسل شعري وغادي نتلاقاو. ها نتوما البنات، الشعر الى عجبكم الفيديو بصحة وراحة.